عندما اندلعت الحرب في غزة كان موقف حزب الله أنه سيسهل الحدود اللبنانية لإشغال الجيش الإسرائيلي وبالتالي تخفيف الضغط على قطاع غزة، لكن دور حزب الله قد يكون أكبر من ذلك فعلا. فهل تسهم حربا محتملة في لبنان بإنهاء حرب غزة؟ الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية عموما وخلال اجتماع للمجلس الحربي أوصلت رسالة للمستوى السياسي بأن الجيش على وشك إنجاز مهمته في غزة، لذا على الحكومة ألا تخشى من إنهاء الحرب في غزة عبر صفقة، كما نصح الجيش بتحويل الجبهة الشمالية إلى الجبهة الأساسية لتصبح غزة جبهة ثانوية. مثل هذه التقديرات من الجيش هي رسالة إسرائيلية واضحة نحو إمكانية اندلاع حرب على الحدود الشمالية، إمكانية تثير قلق المنطقة والعالم أجمع. ومن هنا جاءت مبادرة الرئيس الفرنسي لإنشاء منتدى فرنسي أمريكي إسرائيلي لحل التوتر على الحدود الشمالية، منتدى سيمثل إسرائيل فيه وفق التقديرات مستشار الأمن القومي ساحل نيجبي والوزير رون ديرمان، اللذان سيتوجهان إلى واشنطن الأسبوع القادم. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رفض المقترح الفرنسي بسبب ما أسماه الانحياز الفرنسي، لكن على أي حال يكفينا هنا أن المقترح الفرنسي هو مؤشر واضح على مستوى القلق الدولي من حرب في لبنان. إزاء هذا القلق تتلقى الدول الغربية أثناء مساعيها في لبنان رداً واضحاً من حزب الله، مفتاح الحل في غزة وليس في لبنان، لا تهدئة في لبنان بلا تهدئة في غزة، مما يعني أن جهود العالم لتجنب حرب في لبنان ستنصب الآن على محاولة إنهاء الحرب في غزة لمنع وقوع حرب في لبنان، وهذا يعطي ورقة ضغط كبيرة بيد مفاوضي حركة حماس. لكن تبقى المشكلة أن نتنياهو يريد استمرار حرب غزة على نار هادئة باعتباراته الشخصية طبعا، ولا يريد حربا ساخنة مع حزب الله. والسؤال الآن، هل سيوقف نتنياهو حرب غزة ليمنع حربا في لبنان، أم سيشن حربا في لبنان ليمنع وقف الحرب التي يريدها في غزة؟ نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.